وانا غلطان. الحظ عنده سنين ودلوقتي خلاص همشي، ولعب معاه في لحظة عشان طيب. عودة بهاء سلطان لبوابة الملايين مفيش أسباب، بسبب أغنية وما ارتحناش، حققت 1,000,000 مشاهدة في أقل من 24 ساعة والكل بيبحث عنها. ما ارتحناش لبهاء سلطان، ترند السوشيال ميديا في الفالنتاين. موقع بصراحة بيكشف معاكم قصة عودة بهاء سلطان للأضواء مرة تانية، وحكاية القضية اللي خلته بقى مطرب مع إيقاف التنفيذ. تعالوا مع بعض أحكيلكوا كل الحكاية. سمع الاسم سمع. طول الوقت وبهاء سلطان محل جدل كبير بظهوره القليل، وكمان أغانيه اللي دايما بتلمس قلوب ومشاعر الجمهور من كل الأعمار. بهاء سلطان على الرغم من صوته اللي ملوش زي وعشق الجمهور ليه، إلا إن الحظ عنده لفترة طويلة جدا ودخله في مشاكل وحوارات اتسببت إنه ما يغنيش في عز نجوميته. بهاء سلطان غاب عن الغنى من 2013، وده بسبب عقده مع شركة فري ميوزك علشان يدخل في مشاكل وحوارات ومحاكم لأكتر من 7 سنين بسبب خلافه معاهم. وقتها حاولت ناس كتير تتدخل وتتوسط علشان يحلوا الخلاف، ولكن في النهاية محدش عارف يعمل ده، والمحكمة حسمت الموضوع. علشان تعدي السنين والأيام وبهاء سلطان بعيد عن الساحة، واللي تقريبا الناس نسيت صوته الشجي، وبقى بهاء مطرب مع إيقاف التنفيذ. والحقيقة وعلى الرغم من كل ده الجمهور كان دايما بيسأل عنه وبيسمع أغانيه اللي عششت في قلوب أجيال كاملة، لحد ما ظهر مرة تانية وقلب الدنيا. وزي ما شفنا في الساعات اللي فاتت أغنيته الجديدة واللي طرحها بعنوان وما ارتحناش. طبعا الأغنية كالعادة حزينة كعادة بهاء سلطان، والحقيقة من أول ما الأغنية نزلت وهي عاملة قلبان والكل بيتكلم عنها وأشادوا بيها كمان، وقالوا له الحمد لله على السلامة يا نجم، أخيرا سمعنا صوتك تاني. مش بس كده، كمان كان نفسهم الأغنية تكون طويلة عن كده، وده بيرجع لجمال الأغنية اشتياقهم طبعا لصوته اللي وحش الكل اكيد. ما ارتحناش في اول كام ساعة وهي طايرة ومتصدرة الترند، علشان تحقق فوق 1,000,000 مشاهدة في اقل من يوم. الاغنية من كلمات هاني رجب والحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح، ولحد دلوقتي الاغنية لسه مكملة مشاهدات وترند مع الجمهور. وبتقول كلمات الاغنية لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص، لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا. الجمهور من اول ما عرف ان بهاء سلطان هينزل اغنية جديدة وراجع مرة تانية، والكل منتظر يشوف المفاجأة اللي هتلمس قلوبهم ومشاعرهم. وفعلا ما ارتحناش عملت ده بدليل تصدرها الترند. بهاء سلطان كان وما زال واحد من اهم المطربين اللي جم على مدار الـ30 سنة اللي فاتوا. اخيرا قلنا شايف ازاي اغنية بهاء سلطان الجديدة، وهل ممكن نشوف الفترة الجاية بهاء سلطان في حفلات مواسم الرياض زي ما شفنا كل المطربين؟ شاركنا برأيك في الكومنتس.